السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم. نتجادل ونختلف كما جرت العادة في مبادرة مناظرة، ولا يفسد الاختلاف للود قضية داخل هذا الفضاء العربي الذي يتيح الفرصة للشباب للتعبير بكل حرية وديمقراطية عن آرائهم حول القضايا الجدلية. يرى البعض أن فوائدها لا تعد ولا تحصى، ولا يمكن اليوم للتشكيك في أهميتها بنواحيها الشخصية والمهنية، ولا في دورها في التجارة والنمو الاقتصادي للمؤسسات وفي التواصل بين الأشخاص، ولا في دعم الحوار والحريات الشخصية والجماعية. ينعتها آخرون بصفة التفاصل، فقد شتتت أفراد الأسرة الواحدة وسجنتهم في عزلة وعالم افتراضي، وانتهكت الخصوصية والأدبيات، وضربت بالتقاليد والعادات عرض الحائط حين أصبحت وسائل المعايدة والتهنئة وتقديم العزاء بامتياز، ووسائل للمراقبة والتجسس وتجنيد المتطرفين. إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي سوف توضع في الميزان خلال مناظرتنا لهذا اليوم. للحديث عنها نسعد باستضافة كل من الدكتور شريف سعيد، استشاري القيادة والتخطيط الشخصي. أهلا بكم دكتور، وشكرا لكم لقبول الدعوة. كما أرحب أيضا بالأستاذ خالد الأحمد، مستشار ومدرب إعلام اجتماعي. حياكم الله وشكرا لكم أيضا لقبول الدعوة. كما يشارك ضيفي النقاش كل من موسى قطاري من الجزائر، أهلا بك موسى، وخلود إتبيني من تونس، حياك الله يا خلود. خلود وموسى فازا في مسابقة مناظرة التي تنظم شهريا على صفحتنا الإلكترونية. هنيئا طبعا للفائزين، وشكرا للجميع على مشاركتهم في هذه المسابقة. قبل البدء أعزائي أدعوكم للتصويت على أطروحة مناظرتنا لهذا اليوم، والأطروحة تقول: وسائل التواصل الاجتماعي تضر أكثر مما تنفع. أعود وأكرر، وسائل التواصل الاجتماعي تضر أكثر مما تنفع. إن كنت مؤيداً لهذه الأطروحة وتود الإجابة بنعم، الرجاء الضغط على الزر رقم 1، وإن كنت تعارض هذه الأطروحة الرجاء الضغط على الزر رقم 2. إذن الزر رقم 1 للتصويت بنعم، والزر رقم 2 للتصويت بلا. أدعوكم الآن للبدء بالتصويت، تفضلوا. طبعاً بانتظار النتيجة أذكر أنه بإمكانكم أنتم أيضاً مشاركتنا في هذا النقاش عن طريق إرسال رسائلكم وتعليقاتكم وأسئلتكم عبر صفحاتنا الإلكترونية وحسابات تويتر وفيسبوك. إذن ظهرت النتيجة الآن أمامنا على الشاشة، والنتيجة تقول 30% يرون أن مواقع التواصل الاجتماعي تضر أكثر مما تنفع، بينما يرى 70% بأن مواقع التواصل الاجتماعي لها فائدة أكبر. إذن 30 مقابل 70، هل ستبقى هذه النتيجة على حالها خلال مناقشتنا لهذا اليوم؟ من من الفريقين سوف يتمكن في استمالة آراء الجمهور؟ هذا ما ستفصح عنه النتيجة في ختام مناظرتنا لهذا اليوم. طبعاً نبدأ الآن بالاستماع إلى وجهة النظر المؤيدة للأطروحة، والتي يلخصها الدكتور شريف سعيد في 99 ثانية. تفضل دكتور، إليك المنبر. مزيداً من الكذب والتدليس، مزيداً من إظهار الحقائق على غير حقيقتها، مزيداً من استنزاف الشعب العربي والشباب العربي في أمور لا تصح له، في أمور لا ترتقي إلى مستوى الحقيقة، مزيداً من استنزاف الأفكار وإدمان مواقع اجتماعية هي في الأصل تقتل اجتماعيتنا وتقتل أحلامنا
وتقتل عقولنا وتحبس أفكارنا تحت مسمى الحرية وحرية الرأي والتعبير. وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الكثير من الشباب العربي مقبلين عليها ومدمنين عليها، ومعنى كلمة مدمنين أي أنهم يحتاجون إلى علاج نفسي من أجل التخلص منها. مزيد من استخدام الأكاذيب من أجل توجيه أفكار وجهود هذا الشباب إلى مصلحة يريدها لنا الغرب أو يريدنا لها سلطة هي المتحكمة في السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. نرى أن مواقع التواصل الاجتماعي تضر بشدة أكثر من نفعها، لا ننكر نفعها، ولكن بالأكيد نؤكد أن الضرر الذي يقع على الشباب العربي من قبل وسائل التواصل الاجتماعي يكاد يرى بالعين المجردة في واقع كل الدول العربية، ولا نستثني أحداً من تلك المناظرة. إذن شكراً لك دكتور شريف سعيد. إذن الدكتور شريف سعيد يرى بأن مواقع التواصل الاجتماعي مصلحة يريدها لنا الغرب. الكلمة الآن للأستاذ خالد الأحمد أيضاً للتعبير عن وجهة نظره في 99 ثانية، حيث يرى بأن منافع وسائل التواصل الاجتماعي هي أكثر من أضرارها. السلام عليكم. المعلومة كانت لفترة طويلة ملك للمؤسسات، وكنا نحن الجمهور متلقين فقط، لا حول ولا قوة لنا. إلا أن المنصات الاجتماعية قلبت المعادلة وأعطت الجمهور المقدرة على النشر وإنتاج المحتوى، وبهذا انتقلنا من متلقين المعلومة إلى منتجين للمعلومة، فأصبحنا نستطيع التعبير عن رأينا بحرية ونشارك آرائنا مع صناع القرار ونتعلم مع بعضنا ونساعد الآخرين. المنصات الاجتماعية الآن وسائل تمكين وقوة لمن لا صوت لهم، فقد كسرت كل الحواجز الاجتماعية وأصبح من السهل إيصال صوتنا للجهة المعنية وعلى الملأ، وفي نفس الوقت أصبح من السهل للمؤسسات قراءة مشاعر الجمهور اتجاه منتج أو خدمة جديدة، أو معرفة رأي الشارع العام اتجاه قضية أو قانون جديد. يستطيع الرياديون الآن استغلال هذه المنصات للتعلم والبحث عن شريك أو حتى داعم لمشروعهم الصغير. عن طريق تويتر تستطيع التواصل مع قائد فكر، مؤلف كتابك المفضل، صانع أفلام، سياسي في مدينتك، أو حتى مدير في شركة ترغب العمل بها. المنصات الاجتماعية أعزائي الحضور، وهي عبارة عن أدوات تمكين، ونجاح أو سوء استخدامها مسؤولية المستخدم لها لا المنصة. تماماً مثل استخدام السيارات، فعند الوقوع في حادث سير يلام السائق لا السيارة. شكراً. إذن شكراً لك أستاذ خالد الأحمد. إذن أستاذ خالد يرى بأنها أو وسائل التواصل الاجتماعي أدوات نتحكم بها نحن. إذن أشكركما ونبدأ الآن الحوار، وأبدأ معك موسى. موسى، أنت ترى بأن مضار وسائل التواصل الاجتماعي هي أكثر من إيجابياتها أو أكثر من حسناتها، علماً بأن ثلث العالم العربي تقريباً موجود على شبكات التواصل الاجتماعي التي جعلت من العالم قرية صغيرة، قربت المسافات، لربما وفرت ميزات ترفيهية من خلال توفير عمل ووظائف وغير ذلك. فكيف ترى بأن المضار هي أفضل من المنافع في ضوء كل هذه المنافع؟ نعم، تفضلت سيدتي الكريمة بالقول بأنه في إحصائية تقول بأنه ثلث المواطنين العرب يستخدمون وسائل الاتصال الاجتماعي، فماذا عن الثلثين الآخرين؟ هذا أهم شيء نتحدث عنه. أو إذا كان الثلثين الآخرين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، هل كانت الدول العربية في حال أحسن منه لما آلت إليه الآن؟ هذا هو ردي فيما تقولينه سيدتي. كذلك يقولون بأنه صارت أدوات تمكين حسب الاستخدام بطبيعة الحال، ولكن في الكثير من الأحيان تظهر لنا إشهارات وما شابه ذلك تساهم في الانحلال الخلقي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، رغم أننا ليس لنا دور فيها. طيب خلود، انت المسؤول الاول عن يعني المشاركه في هذه المواقع او لا، يعني مواقع تسيء للاخلاق او غيرها، فالمستخدم هو المسؤول الاول. استخدام فقط يعني الفيسبوك، وتجد منصات الاعلانات
أنا أستخدم الفيسبوك ولا أستخدم مواقع أخرى. فكفنا استهزاء بالعقل العربي، وكأن هذه المواقع تملك سلطة أكبر من سلطة العقل، فالمستخدم هو من يتحكم بها وليست هي من تتحكم ولكن به. طيب ولكن خلود، يعني أنت ترين بأن المنافع هي أكثر من المساوئ، ولكن في المقابل ألا ترين بأن وسائل التواصل الاجتماعي أطاحت ببعض القيم والعادات والتقاليد؟ يعني أصبحت وسائل المعايدة، تقديم العزاء والتهنئة هي مجرد كبسة زر فقط، بدلا أن تكون وسائل تواصل اجتماعي أصبحت وسائل تفاصل اجتماعي. هذا ممكن، هذا لا ننكر هذا، لكن كان هذا بقرار من المستخدم بحد ذاته. هو قرار، هو المستخدم أراد أن يهنئ أقاربه عن طريق مواقع التواصل، هو الذي أراد ذلك. وإن كان يريد أن يهنئهم بالانتقال إلى المنزل أو غيره فهو أيضا هو الذي أراد ذلك. يعني المسألة ليست متعلقة بمواقع التواصل بقدر ما هي متعلقة بإرادة الشخص وقراره. طيب وأيضا المنصات هذه سمحت لنا في إيجاد والتواصل مع أصدقاء وأقارب فقدناهم من زمان، فابتعدوا عنا إلى بلدان أخرى، وبسبب هذه المنصات وجدناهم وأصبحنا نتواصل معهم بشكل قريب بشكل يومي، وهذا ما كان إنه يكون ممكن إلا بالمنصات هذه. فهو قرب المسافات للأصدقاء وزملاء المدرسة القديمين الذين نسيناهم، ولكن بعض العادات التي تتحدثين عنها انه المعايده والعزاء بكبسه زر، لانه صار في اسس جديده، هذه منصات جديده وهذه ثوره تكنولوجيا جديده، فصار في سياسات واستخدامات وسلوكيات جديده في طريقها الى النضوج. طيب تفضل دكتور، ساستمع لدكتور. امر طبيعي، ولكن دكتور شريف يعني دعني قبل ان استمع الاجابه اربط ذلك باحصائيات. يعني حسب الاحصائيات تخطى عدد مستخدمي الفيسبوك حاجز 1.44 مليار مستخدم، وصل مجموع مستخدمي التويتر على سبيل المثال 300 مليون، يستقبل موقع يوتيوب ما يزيد عن 1 مليار مستخدم شهريا، تخطى عدد الصور المرفوعة على سبيل المثال على الإنستغرام 20 مليار صورة. لو كانت الأضرار أكثر من المنافع فلماذا الإقبال عليها بهذه الطريقة؟ الإقبال عليها بهذه الطريقة نظراً لأن تم سحب الطرق الأخرى أو تم إيماد الطرق الأخرى وتم توجيه العقل العربي والفكر العربي إلى تلك المنصات. وأنا هكمل على كلام الأستاذ خالد، أنا أتفق معه في كل النقاط، أن هذه المنصات سمحت لنا في التعارف والتواصل مع أشخاص لم نستطع أن نتواصل معهم منذ مدة ومنذ قديم الأزل أو من دول مختلفة، ولكن استمرينا معها حتى أن انتهت أو قضت على اجتماعياتنا التي تمارس في الواقع، وأصبح الاجتماعيات والمشاركات والتواصل نكتفي فقط بتلك المنصات أو السوشيال ميديا، نكتفي بها عن تحقيق ذلك في الواقع، فتم سلب الإنسان من الواقع وبيعه إلى السوشيال ميديا. نعم. طيب أستاذ خالد أيضا تفضلي. إذا أريد أن أستند إلى دراسات تثبت، دراسة رواد التواصل الاجتماعي العربي سنة 2015، وتمت هذه الدراسة على 18 دولة، وأثبتت أن 81% من الشباب العربي أقر بأن مواقع التواصل هي سهلت التواصل بين الناس، و 70% يرون أنها ساهمت في توطيد العلاقات. إذن فالأغلبية يرون أن هذه المواقع هي سهلت التواصل. هل لديك إحصائية تثبت عكس ذلك؟ فماذا عن الغربة الداخلية؟ يقوم بفعل الإحصائية أو من يقوم بالإحصائية؟ هذه دراسة رواد التواصل الاجتماعي سنة 2015، هل لديك دراسة أخرى؟ دراسة من وجهة نظر المروجين لوسائل التواصل الاجتماعي، هذه على 18 دولة عربية، ويعني تمت الإجابة بكل حرية من طرف الشباب. من القائم بالدراسة؟ من القائم بالدراسة؟ القائم بالدراسة له توجه فكري ويقوم باستقطاب العقول من أجل توجيهها الى الفويد او التصويت. يعني هو وجهه العقول وجهه هذه حقيقه. هل لديك دليل؟ هل لديك دليل ان هذه دراسه بتوجيه اي شخص؟ اي شخص اسمع الاستاذ خالد. لا هذه دراسه معروفه من موقع arabsmis.ae من دبي، مؤتمر رواد التواصل الاجتماعي، وتم عمل اسئله ل 7000 عربي من 18 دوله عربيه، وهذه الدراسة منشورة وهي أحدث الدراسات العربية المنشورة للآن، فما في أي دراسة أخرى تحض الكلام الموجود. أخي الكريم، هل لديكم دراسة عذرا؟ هل لديكم إحصائية؟ لا، عندنا إحصائيات عالمية تدين وسائل التواصل الاجتماعي، وعندنا علماء أدانوا
الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما ان جامعة جورج تاون بتقر بان الادمان على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. عفوا انا هلا يعني شويه اتلخبطت، انت اول شيء حكيت انه هاي مؤامره عربيه ضد الدول العربيه، هلا انت عم بتجيب دراسات عالميه، فانت هون عم يعني في شويه تناقض، هي مسيئه لكل مستخدمين العالمي العالمي ليس له اتجاه سياسي. اوكي، المجتمع العلمي العالمي، المجتمع الادبي العالي ليس له اتجاه سياسي. بتدور. يمكن ان نستند في كل العلوم على دراسات ما في مشكلة. عالمية. هذا تدور غير موجه، تدور كل عالمي. المستخدمين العالميين ام تدور العرب المستخدمين؟ لكن هذه دراسه عربيه العالمي والاستخدام العربي على الخصوص، نظرا لان الظروف والمناخ العربي يختلف عن الظروف والمناخ العالمي، بمعنى ان المواطن في اوروبا وفي امريكا نظام حياته او اللايف ستايل بتاع حياته مختلف عن المواطن العربي. طيب دعني أتحدث قليلا على مسألة اللايف ستايل يعني التي تفضلت بذكرها. يعني على سبيل المثال أستاذ خالد، يراقب الكثير من المستخدمين صفحات التواصل الاجتماعي تحديدا صفحة الفيسبوك لربما بهدف التطفل، تعزيز بعض التكهنات، الاستنتاجات، لا يمكن أن نسند ذلك فقط لربما لسوء الاستعمال، ألا ترى بأنها وسائل في المقابل تعزز مسألة النميمة والتطفل واقتحام خصوصية الغير؟ هي الكثير من المشاكل. هي أداة تواصل مثلها مثل أي اختراع قديم. بالنسبة لاختراع السيارات، فعندنا مثلا احنا هناك 6 ملايين حادث مروري كل سنة في الولايات المتحدة، ويموت 90 شخص يوميا من جراء الحوادث المرورية. طب احنا هاي السيارات لها منافع كثير بس لا يتم ذكرها، ولكن بنركز دائما المواد الاخباريه على نتحدث في هذه الجزئيه تحديدا. نعم، هلا بالنسبه للمنصات الاجتماعيه، انت حكيتي انه في بعض انه بيستعملها لشغلات سلبيه، ولكن في كثير من التواصل انه ممكن انا استخدمها لنشر فكره رياديه عندي، للبحث عن مشاركين، للبحث عن داعمين للفكره تبعتي، لتطوير وظيفتي، للبحث على عن تمويل جماعي لمشروع عندي، المساعدة خيرية لا ربحية. يعني ترى بأنها مصدر هائل للمعلومات، هائل جدا ومتاح، وحطم كل القيود الاجتماعية المفروضة في أرض الواقع. طيب كيف يمكن الاستفادة منها؟ يعني طالما بأن بعض الدراسات أيضا تشير بأن 18% من مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي يقومون بها فقط لأجل المتابعة، ليس لغرض تعليمي أو غرض تثقيفي. نعم، هذه المنصات أعطت صوت لكل من لا صوت له، ففي العالم الواقعي هناك فئة من المجتمع لا يتم ذكرهم ولا هم، وعندهم حلقات اجتماعية تفرض عليهم البقاء وعدم سماع صوتهم، ولكن التواجد في العالم الافتراضي كسر كل الحواجز الاجتماعية. إضافة إلى أن 4% فقط أيضا وفق الدراسات تشير إلى أن المحتوى هو غير عربي. المحتوى غير؟ المحتوى عربي، عفوا محتوى عربي. نعم، هذا بالانترنت 4% فقط بالانترنت. نعم، ولكن الان في الماضي بخلال ثوره الانترنت كان المحتوى العربي ضئيل جدا وغير مفيد، غير انه ضئيل غير مفيد، ولكن الان بسبب منصات الاعلام الاجتماعي عم بيطلعوا مواقع قيمه جدا، عم بترجم طيب. مصادر اجنبيه بتصرف وعم تنتج محتوى قيم اذا مواقع قيمه. موسى ما رايك؟ يعني نعم، اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي هي منصه مجانيه وفوريه للحصول على الاخبار والمعلومات. نحن لا ننكر بانه لها منافع كما قال الاستاذ، بانه هي منصات من اجل تلقي المعلومات وما شابه ذلك، ولكن ما مصدر هذه المعلومات؟ لانه في الكثير من الاحيان تكون هذه المعلومات مغلوطه وتكون مشوهه وكذلك مصدرها غير معروف. انا اوافقك الراي. نعم، هذا بالثوره الجديده ولدت شغله اسمها المحتوى المنتج من المستخدم، فصرنا احنا متلقين الان، صرنا منتجين للمحتوى، والمحتوى تبعنا في مرحله نضوج، وكان في مغالطات بالاول وسهل انتشار الاشاعه، ولكن الان في تعليم للموضوع هذا، في توضيح للموضوع هذا، انه قبل ما تنشر شغله تاكد من انه صحيح. وطلعوا كمان مواقع أخرى زي مثلاً صحح خبرك، فصار مثلاً هذه المواقع تنشر الخبر الإشاعة والخبر الصحيح جنباً إلى جنب. طيب. وكمان يعني أستاذ أنا في حاجة إلى موقع آخر من أجل تصحيح المعلومة ولا؟ إحنا في مرحلة نضوج، فالمحتوى في مرحلة نضوج. ولكن كيف نكون منتجين للمعلومة ونحن 1.4 مليار شخص تابع فولورز وليس ليدرز؟ هذا هو المشكلة الرئيسي. في نفس الوقت أستاذ تقول بأنه نحن صرنا منتجين، لم نصر منتجين وإنما ناقلي لمعلومة لا نعلم مصدرها ولا نعلم حقيقتها في أرض الواقع.
طيب نأتي الآن إلى فقرة مواجهة، حيث تطرح خلود أسئلتها في 3 دقائق على الدكتور شريف سعيد. تفضلي خلود، إليك المنصة. مرحبا بجمهور الكريم، مرحبا دكتور. أنا حقيقة متعجبة من تواجد شخص ذو نشاط بارز على مواقع التواصل يدعم هذه الأطروحة. السؤال الأول، كم متابع لك على قناة يوتيوب وكم معجب على صفحة فيسبوك؟ طيب، المعجبين على اليوتيوب أعتقد أكثر من 2000 سبسكرايب، المتابعين على الفريندز على الصفحات التواصل الاجتماعي يفوق 30,000 فولورز. المتابعين على قناة يوتيوب 2145 ومعجبك على صفحة فيسبوك 22.863. إذا هل كنت ستحظى بمثل هذا الكم من المتابعين بدون مواقع التواصل؟ أحظى بهذا الكم في الواقع على مدار عمل 7 سنوات، أحظى بكم أكبر من الكم المتواجد على السوشيال ميديا قبل مواقع التواصل، قبل استخدام هذه المواقع. قبل مواقع التواصل وما بعد مواقع التواصل، أرجو أنك تتابعي في الإحصائية بتاعتك أن أنا استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي متأخر شوية. أوكي. هل ساهمت في هذه المنصات في نجاح عملية الترويج لدوراتك التدريبية؟ لم تساهم في عملية الترويج، ساهمت في عملية المعرفة أو الإيصال، ولكن عملية الترويج تتم في الواقع، لأن احنا بنروج إلى علم ومعلومة حقيقية لا تتم المتابعة فيها ولا يتم أن هي تحصل على ناتج منها غير بالمتابعة المباشرة أو بالتواجد المباشر. يكفي فقط معرفة الأخبار، معرفة المعلومة. لكن يتم ترويج دوراتك التدريبية ومحاضراتك هذا على مواقع التواصل، صفحة فيسبوك الخاصة. يتم بعضا من الترويج ولكن لا تتم الترويج الفعلي. هل أنت من يتحكم بهذه المواقع أم هذه المواقع هي من تتحكم بك؟ من يتحكم في المواقع، أنا ولا المواقع؟ هل أنت من تتحكم بها أم هي من تتحكم بك؟ أنا بتحكم في المواقع. إذا تدعم موقفنا ونحن نقول بأن المستخدم هو من يتحكم في هذه المواقع ولا لسبب بسيط. لسبب بسيط، لأنني مختص في معرفة هذه المواقع، أما بالنسبة للفرد العادي فالمواقع هي التي تتحكم فيه. شكرا دكتور. نمر إلى السؤال التالي، حملة كشف الفساد الإلكترونية في مصر بعنوان امسك كرش، هل كانت ستنجح بدون مواقع التواصل؟ شوفي، كل الحملات التي تمت في مصر وخارج مصر كانت ممكن تنجح في الواقع وممكن تنجح بمواقع التواصل الاجتماعي. الشعب المصري شعب مترابط جدا، سواء كان في مواقع تواصل اجتماعي او تم حجب مواقع التواصل. لكن تم كشف استيلاء العديد من رجال الاعمال على اراضي الدوله عن طريق هذه الحمله الالكترونيه. ده تم في الواقع ويتم تسريب معلومه الى السوشيال ميديا. السوشيال ميديا لا ينهي الواقع ولا يتم استبداله باستبدال الواقع. الواقع يفرض نفسه لان هي دي الحياه، ذات سلايف، لكنها ساهمت بشكل كبير في نشر هذه الحقائق. الجورنال بيساعد في نقل المعلومة ولكن لا يصنع المعلومة. شكرا دكتور، شكرا. هل ساهمت مواقع التواصل في نشر قضايا مهمة؟ ساهمت في عرض قضايا. شكرا دكتور. شكرا لك. طيب، دعني أتابع معك أستاذ خالد يعني الحديث في جزئية هامة جدا فيما تتعلق ب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة الاجتماعية تحديدا الزوجية. ألا ترى بأن وسائل التواصل الاجتماعي دمرت العديد من العلاقات الزوجية، لربما عبثت بأنظمة النوم، التهور في القيادة، اكتئاب، عزلة، الخوف من المواجهة، انعدام الحوار، هنالك مخلفات كثيرة جدا سلبية على الحياة الاجتماعية كان سببها هو وسائل التواصل الاجتماعي. معلش بعترض معك، كان سببها سوء استخدام المنصات. فنفس الشيء كان ممكن إذا ما كان في منصات إعلام اجتماعي كان ممكن يصير نفس المشاكل هذه عن طريق الموبايل، عن طريق التليفون. فكل اختراع طلع جديد كان له مساوئ، كان له مساوئ استخدام وليس مساوئ أداء. طيب تفضلي. ساهمت مواقع التواصل في التطوير الذاتي للافراد من خلال وجود منصات تعليميه وتدريبيه، يعني والدليل على ذلك لولا هي مواقع التواصل لما استطاع المشارك من الفريق المقابل المشاركه في مبادره مناظره. نعم. طيب، ولكن مشاركتي انا في مبادره كانت عن طريق دوره تدريبيه، بعد ذلك تم تنزيل الفيديو. لكن تم يعني نشر هذه المسابقه عن طريق مواقع التواصل. انتقلنا من الواقع سيدتي الكريمه الى
استخدام هذه الوسيلة. نحن قلنا بأن لديها منافع، ولكن الأصل هو الواقع وليس العالم الافتراضي سيدي. على ذكر الاستخدامات، يعني أيضا وسائل التواصل الاجتماعي لها استخدامات عديدة. على سبيل المثال البحث عن وظيفة، هل لديك على سبيل المثال موقع على لينكدإن مثلا؟ كيف تسعى للحصول على وظيفة والتسويق لنفسك؟ فيما يخص البحث عن الوظيفة، في العديد من الأحيان، أنا أعطي لك مش أمثلة شاذة ولا ما شابه ذلك، ولكن في العديد من الأحيان تكون من أجل جذب الأشخاص، وهذا ما انتشر في الكثير من المرات. أبعث لنا السي في تاعك، بعدها أعطينا أبعث لنا مصاري من أجل التسجيل في المسابقة، وهلما جرى من استغلال أو من انتحال الشخصية. وهذا ما يجرنا إلى الحديث هنا عن الجريمة الإلكترونية التي شجعها ذلك. وعندي هنا في هذه النقطة عدة إحصائيات. مثلا في عام 2015 صرح رئيس الجمعية التونسية للإنترنت معز الصوابني بأن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في ارتفاع الجريمة الإلكترونية عن طريق انتحال الشخصية، التشهير، القذف والشتم، والذي لا أتحمل مسؤوليته. في العديد من الأحيان ممكن أنك تطلع بوست وبعد ذلك تتعرض إلى الشتم والقذف، ولا توجد قوانين تحميك من هذا الشيء. كذلك الابتزاز والاستغلال لا توجد سيدي الكريم، لا توجد. وهذا أوكي، هذا ما يجرني إلى ما يلي. هذا ما يجرني توجد سياسات استخدام على مواقع التواصل. هناك سياسات استخدام على مواقع التواصل، هذه السياسات تحد من نشر خطاب الكرة والتطرف وغيره من الأفكار الهدامة. يعني هذا سوء استخدام ويتم تشديدها أيضا. لا يوجد سياسة استخدام على مواقع التواصل الاجتماعي إلا في حالة واحدة فقط يتم التحقق من المحتوى، وهي في حالة السبونسرد أو في حالة الدعم الإلكتروني أو في حالة الإعلام المنوع. بل هناك سياسة استخدام لهذه، لكن ما في سياسة استخدام على الأكاونت بتاعي. أنا حر أنشر ما أشاء. لا يوجد. لكن لو تنشر خطاب يوجد سياسة استخدام ويتم تجديدها باستمرار. ولو بتروح هلا على اكتب على الجوجل سياسة استخدام تويتر، كل منصة موجودة وبالضبط ايش الاجراءات اللي ممكن تتخذها كمستخدم. ليست فقط ضد تويتر، الكراهية، ضد التطرف، ضد اذا كان في موقع واحد وهو تويتر بيستخدم وسائل حماية، لا يوجد مثلا على الفيسبوك، لا يوجد حماية على الفيسبوك لمراجعة المحتوى، وهناك ايضا ولا يوجد على المنتديات والمواقع حماية المنتدى او قراءة او متابعة المحتوى لاي شيء موجود بالفيسبوك. استاذ هناك تقرير شفافية كل سنويا لدول طالبت بحذف محتوى معين من مواقع التواصل. يعني هناك تقرير شفافية، ومعنى ان الدولة طالبت رسميا بحذف محتوى، إذن لا توجد رقابة على المحتوى، وإلا ما كانش تم عرضه في الأساس. توجد سيادة استخدام وتمكنك من التبليغ، سيادة استخدام عفوا، وتمكنك السياسة هذه من التبليغ عن أي حساب أو محتوى مسيء لك في طريقة جدا. ولكن الحسابات راه معظمها يعني مزيف، هذا هو المشكله الرئيسيه. هل لديك دليل؟ ممكن تقدم بلاغ انه هذا الحساب مزيف. في 1.4 مليار من مستخدمي فيسبوك تجد اكثر من 30% هم مزيفين. اكثر هي الاحصائيه نتاع 2013، ولكن اظن الان انه صارت مثلا شخص اسمه محمد تلقاه ميدو تلقاه كذا. لك 30% ليست الاغلبيه، 30%. نعم 30% نعم ليست الاغلبيه. نعم حقيقه، ولكن في حجه يعني غير ولكن الاحصائيات تقول بان 80% من هذه الجرائم تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي اخر الاحصائيات فان 4303 جريمه من الجرائم الالكترونيه التي مورست عن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في 2012 بالاردن، ونحن الان بالاردن. فليست دراسات شاذة. نتحدث مثلا عن دولة، إذا كانت 4000 في 22 دولة عربية في 207 دول ولا أكثر، هذا شيء رهيب جدا. هذه فئات قليلة ولا يمكننا البناء عليها. هذه فئات قليلة أساءت استخدام هذه المواقع ولا يمكن البناء عليها. طيب الآن نأخذ بعض المشاركات التي جاءتنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، هذه المرة عبر تويتر. إذن السؤال الأول، كيف للأخ خالد الأحمد، طبعاً السؤال موجه لك، تبرير الضرر لربما بالنفع بينما هنالك دراسات تؤكد وتشير إلى أن فيسبوك هو السبب وراء
33% من حالات الطلاق في الوطن العربي. الإجابة لك تفضل، أو عفوا السؤال لك. هو الفيسبوك ولا واتساب؟ أوكي. يعني هم يقولون فيسبوك. نعم. ألا هو الذي سبب الضرر الأكبر. أوكي. يعني إذا كان في مشكلة زوجية وكانت وصار في طلاق اليوم بسبب الفيسبوك، يمكن لو كان في اختراع تاني بيكون مثلا بسبب منصة تانية، فهو ما نقدر احنا نلوم التكنولوجيا. ممكن يكون الفيسبوك، ممكن يكون التليفون، ممكن يكون الرسائل القصيرة، ولكن النماذج كثيرة ومتفشية. نعم، بس يعني انا يعني مستحيل انه احنا نلوم المنصة على سبب الطلاق. هو اكيد في مشكلة عندهم بالحياة الزوجية، ولكن ألم تتعزز هذه المشاكل ربما بوجود هذه الوسيلة؟ نفس الشيء، إذا كان في مثلا إحنا التناقل بيننا وبين مدينة أخرى، كنا نمشي أيام زمان، هلأ صار نروح بالسيارة، بس صار في شوية حوادث من سوء استخدام، حنوقف السيارات ولا حنرجع؟ فهي نفس الشيء، إحنا بمرحلة التقدم. تعليقك دكتور شريف. هم حددوا الفيسبوك ولم يحددوا الإنترنت. الانترنت في مواقع وظهر ما قبل السوشيال ميديا بسنين، تمام، ولكن كان يتم عرض من قبل متخصصين مجموعة من المقالات، مجموعة من الكتب، في سورس، في ريفرنس ان احنا نرجع لهم، ولكن مع ظهور السوشيال ميديا زي ما قال الأستاذ خالد ان المحتوى، من يشكل المحتوى اي شخص، واي شخص له بخلفيه. يعني انت ترى بالفعل ان هذه الوسائل مداخله تدمير العلاقات الاجتماعيه، تحديدا العلاقات السوشيال ميديا، يخترق الاشخاص ويخترق المجتمعات من اجل تدميرها، مداخله بناءها. مداخله كفينا استهزاء بعقول الشباب او بعقول يعني الاشخاص بصفه عامه. فاذا كانت شخصيه الشاب ضعيفه فما دخل وسائل التواصل؟ هو الذي قرر ان يقوم بالخيانه وليست موقع التواصل في الحقيقه. يعني هي وسيله فقط للخيانه، فالخيانه موجوده على ارض الواقع. يعني هذه حجه ليست منطقيه. ما رايكم؟ الشخصيه ضعيفه اصلا، المساله مساله قناعات وليس مساله مواقع. بالعقل العربي هو الشخص المتحكم في وضع المحتوى، والعقول العربية تسعى خلف هذا المحتوى دون النظر إلى تعريف الشخص. يعني تعرف نظرية المؤامرة، هناك مؤامرة وهناك أيديولوجية تحركنا. يعني لا توجد مؤامرة، أليست لدينا عقول لتقرير مصيرنا؟ توجد عقول تستطيع السيطرة، توجد عقول مثقفة. موسى تفضل. لما تتحدثي عن وعي الشباب العربي وهو الذي ساهم في الخيانة وما شبه ذلك، في الكثير من الأحيان كانت هذه المواقع. ما حكينا الشباب العربي ساهم بالخيانة. أوكي، خليني أتكلم من فضلك أستاذ. في الكثير من الأحيان تجد مثلاً الشاب أو المرأة لا يتحملون مسؤولية مسجات، أو لا يتحملون مسؤولية بعض المعلومات الشخصية عنهم التي طرحوها في الفيسبوك أو بعثوها لأشخاص آخرين، ولكن تجد نار الفتنة ابتدأت من مواقع التواصل الاجتماعي وانتقلت إلى الواقع، وهذا هو المشكلة الرئيسي. احنا قلنا بأنه من الجميل جدا استخدام وسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي للانتقال من الواقع والترويج لها عن طريق ليس العالم الافتراضي هنا، ولكن لتوسيع ترويجها. ومن قام بنشر الفتنة من فضلك؟ اتركيني أكمل فكرتي من فضلك. أليس المستخدم؟ اتركيني أكمل فكرتي لو سمحتي. ولكن الانتقال من الافتراضي، من العالم الافتراضي إلى الواقع، معناتها المشاكل التي تقع أو تتسبب أو توجد على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلها إلى الواقع، من سببها؟ أنا أم الواقع الحقيقي أم هذه المواقع الافتراضية؟ بل الواقع هو كان سبب المشاكل، وانتقلت هذه المشاكل من الواقع, الواقع إلى مواقع التواصل. ليس الواقع سيدتي كريمة، ليس الواقع، لأن الأشخاص هي المسؤولة عن تصرفاتها وليست هذه المواقع، هي فقط وسيلة. لو خرجت موبايلك وكتبت بوست على الفيسبوك، من الرقيب عليك؟ نعم، سؤال. لو اتصلتي بالفيسبوك بتاعك حسابك الالكتروني وكتبتي اي بوست عن اي موضوع، تمام، كذب وتلفيق وتدليس، من الرقيب عليه؟ من الرقيب عليه؟ وما الذي يدل ان هذه المواقع يعني مراقبه اصلا؟ من الرقيب عليك في طرح معلومه كاذبه تدمر وعي الاخرين؟ الجمهور. الجمهور اذا هي تساعد في تدمير الوعي الشباب العربي، وهي نصبت نفسها مدافعا عن وعي الشباب العربي. كفانا استهزاء بوعي الشباب العربي. بالعكس، من يشكل وعي الشباب العربي؟ من يشكل وعي الشباب العربي؟ التعليم الأساسي.
من يشكل وعي الشباب العربي؟ التعليم والأساس، التعليم، الانتماء إلى بلادهم. إذن معلش أنا عندي هذا مركز ثقافي ومركز خاص للفنون، هذا يشكل وعي الشباب العربي. لا مواقع التواصل الاجتماعي. ردك بسرعة أستاذ خالد. أوكي، والمنصات هي تمنح الشباب العربي والشباب الغير العربي أكبر مكتبة عالمية بدون أي دخول وأي رسوم، ممكن يروحوا يشوفوا أي كتاب، ممكن بدهم يعرفوا أي سكيل معينة بدخلوا على اليوتيوب بدوروا عليها وبتعلموها. هو فالتعليم متواجد. طيب دعونا الآن نمر إلى فقرة المواجهة مرة أخرى، وهذه المرة ما بين موسى والأستاذ خالد الأحمد. تفضل موسى بطرح أسئلتك على الأستاذ خالد في 3 دقائق. السلام عليكم. أنا أسئلتي ستكون مختصرة. أول سؤال، هل يمكن أن تنكروا انهيار القيم الاجتماعية والعائلية بظهور مواقع التواصل الاجتماعي، وصرنا نعيش الغربة الداخلية قبل أن نسعى إلى التواصل مع أشخاص في أماكن بعيدة عنه؟ هل أنكر؟ هل يمكن أن تنكروا انهيار القيم الاجتماعية والعائلية بظهور مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا، وذلك ما يتجلى في الغربة الداخلية، فصرنا نعيش في عالم افتراضي بعيدا عن عائلاتنا في نفس الوقت. هل من المنطقي أن نبحث عن التواصل مع أشخاص آخرين من بلدان أخرى وننسى عائلاتنا؟ أنت هيك شايف الموضوع من زاويتك هذه، بس أنا شايف أنه منصات الإعلام الاجتماعي هذه عبارة عن تمكين، وهذه أنا ممكن أتواصل مع أشخاص يساعدوني في الشغف تبعي، في المشروع تبعي، مع مدير المستقبل، مع أستاذ. إذا سمحت، أنا تحدثت عن القيم الاجتماعية والعائلية ولم أتحدث عن مصدر معلومة أو ما شابه ذلك. هل من المعقول أنه تتجسد هذه صلة الرحم عن طريق الفيسبوك؟ زي ما حكيت، اوكي، اللحمة العائلية هل ستتشكل عن طريق الفيسبوك؟ الاستخدام من غير المعقول سيدي الكريم. في هنا تربية إلكترونية جديدة، انه مثلا لازم مثلا استخدام الموبايل ما يكثر عن 2 ساعة في اليوم، مثلا ممنوع استخدام الموبايل على طاولة الطعام، ففي تعاليم جديدة. سيدي الكريم، سيدي الكريم، انت تتهرب دائما من السؤال. نحن نتحدث الان عن مواقع التواصل الاجتماعي وليس عن الموبايلات، وكانت ردودكم دائما بانه في الموبايلات، في ما شابه 79% أوكي. من الدول العربية بدخل على الفيسبوك عن طريق الموبايل 79%. نعم. سؤالي الثاني، هل الواقع العربي، أنتم تقولون بأنه ساهم في نشر الوعي السياسي والاجتماعي لدى الشباب وما شابه ذلك، وذلك ما شكل إن صح القول ما يسمى الثورة العربية، هل الواقع العربي قبل استخدام أو قبل إشاعة ظهور هذه السوشيال ميديا أحسن أم ما هو عليه الحال الآن؟ مش راح أعزز الواقع العربي على المنصات الاجتماعية، ولكن المنصات الاجتماعية ساعدت في الثورات اللي صارت في الوطن العربي وسهلت بإيصال المجموعة. هل حال العرب الآن أحسن مما كانت عليه؟ ما له دخل بالمنصات بالمرة يعني. أوكي. الموضوع ما له دخل. سؤالي الثالث، هل تنكر استحواذ شركات مثل فيسبوك وتويتر على أكبر قدر من المعلومات الشخصية التي قد لا تملكها بعض الحكومات، وهذه المعلومات ممكن أن تسهل عملية التجسس من طرف جهة أو منظمة ما؟ أوكي، موضوع الرصد موضوع مهم باستراتيجية الإعلام الاجتماعي. أنت بتسميه تجسس، أنا بسميه رصد، listening، مهم جداً. إحنا المنتج تبع منصات الإعلام الاجتماعي، كل إشي عم نسويه، المعلومات عنا بإرادتنا، إحنا عم نعطيها للمنصات هذه، وهذه بتساعد. انتهت المواجهة، شكراً لك موسى. شكراً جزيلاً. وشكراً لك طبعاً أستاذ خالد. إذن نواصل، يعني على ذكر الآن المنافع والأضرار دكتور شريف، ونربط ذلك بموضوع هام جداً ألا وهو الثورات العربية. يعني لا يمكن لأحد أن يقلل من الدور الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي في حالة التغير السياسي التي عاشها الوطن العربي، تحديداً تأجيج ثورات الربيع العربي. ألا توافقون بأن ذلك يعد دوراً إيجابياً هاماً؟ دوراً يمكن أن يتم رصده ورؤيته بالعين المجردة في كل الدول العربية اللي ساهم السوشيال ميديا في تأجيج الفوضى فيها، وليس قيام ثورات بالمعنى الفعلي، لأن الثورة لها مفاهيم ولها دراسات ولها رؤية. أما الثورة التي دعمها الفيسبوك هي الغوغاء أو دعم ظهور فكرة الفوضى. لا أنا ما معلش، يعني
هاشتاج يناير 25 يعني انت عم بتقلل من شأنها. طب هو يرى بان لا نقلل من شأنها من شأنها مفهوم ولكن مفهوم. هل الثورات العربية تعتبرها فوضى؟ هل الثورات العربية تعتبرها فوضى؟ الثورات العربية نعتبرها صو... على اعتبار ذلك دكتور شريف هل ترى بأن مواقع التواصل سهل لا اعتبرها أنه قيام على منبر يعني الوقوف على منبر باطل لقول ولكن كلمة دكتور حق في نقطة هامة جدا ألا ترى بأن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في كسر حاجز الخوف والرهبة والإفصاح لربما عن مكنونات الداخل سواء في المطالبة بحرية أو غير الفوضى ذلك الفوضى ماذا تجني؟ كسر للحواجز وكسر للقيم وكسر للروابط هذه هي الفوضى التي الفوضى الخلاقة أن تخلق شيئا من العدم من اللا شيء هذا غير صحيح شيء. يا أستاذ هذا غير صحيح لأنه لماذا انتفضت أصلا الشعوب وتم تنظيم الوقفات الاحتجاجية على مواقع التواصل الشعوب لم تتفق الشعوب لم تتفق لأن السياسات الشعوب لم تتفق بدليل أن الدول الواحدة التي قامت بثورات لم تتفق الفصائل بداخلها فكيف تتفق الشعوب العربية سياسات قمع الحرية في الدول أستمع إليك في هذه الجزئية المنصات الاجتماعية كان لها دور أساسي في حالة التغيير السياسي التي نشهدها في الحشد العربي وفي نقل المعلومة وفي الحشد الحشد أهم شيء إنه إحنا في مثلاً زي ما حكينا إحنا إذا كان مثلاً في جزء من الشعب ولا الجمهور مش راضي على منتج أو قانون معين صار بالزمان قبل السوشيال ميديا صعب إنه يعبر عن رأيه لأنه غير منتج للمحتوى ولكن بتواجد المنصات الاجتماعية صار من السهل إنه حشد يعني أنت تؤيد الدور الإيجابي لهذه المنصات الاجتماعية في حالة التغيير السياسي نعم تغيير اجتماعي تغيير طيب سياسي. تعتبره إيجابي نعم طيب إن كان كذلك ودعني أركز على جزئية فيما يتعلق بمسألة الحشد ألا ترى بأن الجماعات الإرهابية أيضا بدأت تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لربما لتجنيد الشباب من خلال إنشاء مجموعات أو جروبس لاجتذاب المتوافقين معها نعم، فكريا موجود. أو تعبئتهم لربما وفق أفكار تتعلق بالجهاد والقضايا المركزية أو استغلال بعض القضايا المركزية على رأسها لربما نعم، موجود. القضية موجود. الفلسطينية وبذلك يكون هنالك ضرر واضح موجود في بعض المنظمات الإرهابية أو المتطرفة شافت إنه المنصات هذه من السهل إنه لتعبئة وجلب بعض الصغار إذن ألا ترى بأنها تعد أضرارا جسيمة أكيد موجود حليل. نعم ولكن هلا في صار في تحرك من المنصات نفسها لمنع الشغلة هذه وصار طيب في كمان أنت تراني بأن نسبتها قليلة فكيف جسيمة وقليلة هي في الحقيقة يعني مواقع التواصل الاجتماعي ليست السبب الأساسي لانتشار الأفكار الإرهابية والتطرفية فالأفكار الإرهابية والتطرفية يتم نشرها يعني بعدة وسائل أخرى على أرض الواقع يعني هل لديكم دراسة تثبت أن أغلبية ما تجدهم على وسائل التواصل الاجتماعي هي السبب في الوصول والشهرة والتواصل مع الآخرين في كافة البلدان أليست تلك هي وجهة نظركم لماذا تلغوها الآن حينما وصل الأمر إلى الإرهاب نحن لم نلغي وجهة نظرنا لأن إذن الإرهاب ممكن أن يصل بطرق أخرى ولكن ليس بنفس الكم وليست بنفس المنهجية التي يصل إليها عن طريق السوشيال ميديا وإذا كان في إيدينا أن احنا نحجب قطرة دم واحدة فلما لا أي هناك فئة قليلة تم تجنيدها على مواقع التواصل ولا يمكن البناء عليها والقول بأن مواقع التواصل تضر أكثر مما تنفع بحجة أنه تم تجنيد البعض من الشباب هذه ليست وكيف يعني وصل الداعش يعني إلى كل هذا العدد ماذا عن التجسس؟ يعني ألا ترين بأن هذه المنصات لربما وفرت أرضاً خصبة للحكومات للتجسس على المستخدمين والمتابعين على سبيل المثال قامت مصلحة الضرائب الأمريكية في العام 2009 باستخدام حسابات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي وبياناتهم في عمل ملفات الضرائب الخاصة بهم يمكن أن تقوم بالتجسس الحكومات نعم لكن أيضاً ليس التجسس على كل الأشخاص بل مثل إعلاميين ويعني شخصيات معروفة أكثر وهذه الشخصيات تمس بشخصية إذن فكرة التجسس واردة لكن معلش. بنسبة قليلة لا والبعض لا. وليست كل الأشخاص يتم مراقبتها مصطلح التجسس غير عادل في المرحلة هذه
لانه احنا مش متخبيين، احنا ايام زمان كنا فقط متلقين المعلومه، احنا هلا منتجين المعلومه. فاذا انت منتج للمعلومه على اي اساس بتيجي تحكي انا بدي الشخص هذا يقرا المعلومه بس ما بدي الشخص هذا يقرا المعلومه؟ انت منتج المعلومه، فالخصوصيه مفاتيح الخصوصيه بايدك. البيانات انت ممكن تكون المحتوى تبعك عام او ممكن يكون خاص، انت حر بالموضوع. يعني دكتور شريف، يعني هل افهم بان هنالك انتقائيه في مساله التجسس؟ لا يوجد انتقائيه، لان السوشيال ميديا تفرض فكره ال الشهرة والشو ده، حتى بيستخدموا كلمة شير وفضح، شير وفضحهم، هذه كلمة شهيرة على السوشيال ميديا. المستخدم يا أستاذ. تمام، هذا هو عرف السوشيال ميديا. ولكن إذا رأينا الرقابة والحماية تقدم مثلا من جانب شركات في أمريكا، ونذكر شركة أبل على خلاف تام مع الحكومة الأمريكية الفيدرالية في قانون عام هو الإفصاح عن بيانات عملاء. سريعا خلود، بالنسبه لي للتجسس وغيره، وقلتم بان الحكومات تتجسس على الافراد، فايضا الافراد تجسسوا على الحكومات، والدليل على ذلك التسريبات التي تنزل عن طريق افراد، تسريبات يعني تنشر حقائق تنس طيب بالحكومات. يعني هناك تسريبات على الفيسبوك يساهم في التجسس لكل الاطراف. طيب لكن هذا تجسس مشروع يا استاذ، هذا يتم نشر فضائح لسياسات، يتم نشر تسريبات. اذا القيم انهارت لان عندنا قيمه تقول ولا تتجسس، تسريبات لفساد حكومات. هل هناك، سأتحدث عن قضية التسريبات، ألا ترين بأن هذه التسريبات هي منتقات من أجل توجيه الرأي العام عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل هذه التسريبات مست دولا عظمى؟ هل هذه التسريبات مست أشخاصا لهم نفوذ؟ نعم مست أشخاصا لهم نفوذ. كيف ذلك؟ هل مست ما يسمى بالكيان؟ دعينا نضرب أمثلة إذا خلود. مثال على ذلك، نأخذ مثال على ذلك آخر تسريبات شركة موساك فونسيكا، وأطلق عليها وثائق بنما، وتعتبر من أكبر التسريبات في العالم، والتي تتضمن 11.5 مليون وثيقة، تثبت تورط العديد من الدول. كم سرب التسريبات التي وقعت من الوثائق، وما تم تسريبه من الوثائق يصب في مصلحة. بل تم تسريب، وتم تسريب عن طريق مواقع التواصل، ولم يتم التسريب عن طريق كم هناك تسريبات، ولكن لتحقيق أغراض معينة من أجل في التسريبات يا خلود. ومن الذي يجزم أنها توجد انتقائية؟ طيب أكيد فيه انتقائية، فيه انتقائية، لأنه لو تلاحظي أنت تقولين أنا سأتحدث عما قلتي بأنه وثائق بنما تعد بأكثر من مليون ونصف 11.5 مليون. طيب. الله يبارك، ما شاء الله. كم منها نسبة سربت، ولماذا سربت، ولأي أغراض؟ ألا ترين سيدتي الكريمة بأن هذه التسريبات كانت لغاية توجيه الرأي العام عن طريق هذه المواقع التواصل الاجتماعي؟ طيب أنكم مبعوثون بنظرية المؤامرة وأن كل شيء هو التوجيهات وغيره، فمن حق الأفراد التعبير عن آرائهم بكل حرية، لا يمكن والتجسس على الحكومات أيضا، من حق التجسس على الحكومات أيضا. لا يمكن إنكارها. أستاذ خالد، أنت ترى بأن وسائل التواصل الاجتماعي لربما دعمت الحريات وساهمت في إحداث متغيرات سياسية، ولكن في المقابل أعلن موظفون سابقون في شبكات التواصل الاجتماعي أنها تتلاعب بقائمة الأخبار الأهم حسب توجهاتها السياسية. ألا ترون أن ذلك يمثل خطراً على توجيه الرأي العام ولا يدعم الفيديو؟ هذا موظف سابق أعلن هيك، ولكن صار فيه بعد ما أعلنها أنه طلعت وحكوا لا الكلام هذا غير صحيح. احنا يعني انا مش راح ادافع عن يعني منصات الاعلام الاجتماعي واحكي انهم هم يعني ملائكه، ما بعرف الموضوع اذا سوى الموضوع صحيح او لا. هذه الخوارزميه ما حد بيعرف بالضبط ايش الخوارزميه تبعت الفيسبوك، ايش نوع الكلام اللي بيطلعوه، ايش نوع المحتوى، وباي سياسه بودوه. يعني انا ما بهمني، انا مثلا كشخص ريادي او مثلا مدرب اعلام اجتماعي، انا عارف بالضبط وين بدي اروح، انا عارف بالضبط مين الاشخاص الناجحين في مجال عملي، كيف ممكن اشوف شو عم بسوي اتعلم منهم، انا عارف بالضبط ايش ممكن اسوي والاقي الجمهور تبعي اللي بتابعوني على السوشيال ميديا، فانا عارف الطريق تبعي. ولازم الكل المتواجد يستثمر بوقته على هالمنصات، وعلى اساس انه يطور من حاله بشكل مهني وظيفي او ريادي. طيب
دكتور شريف، في المقابل يعني ويعني تعليقا على مسألة التجسس، ألا ترى بأن وسائل التواصل الاجتماعي الآن أصبحت لربما منصة للحرب ما بين عمالقة التواصل الاجتماعي والحكومات؟ يعني على سبيل المثال هنالك دعم الحريات من جهة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ثمة ما يخيف الحكومات من هذه المنصات. الفكرة في التجسس على مواقع التواصل الاجتماعي كلنا اتفقنا عليها أن هي متاحة للحكومات ومتاحة للأفراد ومتاحة للأشخاص داخل دائرة منغلقة بيتجسسوا على بعض عن طريق مواقع السوشيال ميديا. فبالتالي الحكومات والأشخاص الشهيرة، ولكن هناك شبه حرب ما بين هؤلاء العمالقة وما صحيح. بين الحكومات، وبالتالي الحكومات والأشخاص الشهيرة اللي لهم رأي يتم التجسس عليهم أو كبت حرياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ليست حرب بالمعنى المعلن والمفهوم، ولكن هي حرب وعي أو محاولة لفرض نمط فكري. ولكن هناك إرادة من قبل هذه الوسائل بعدم إعطاء هذه المعلومات للحكومات. لا توجد، والدليل أن المعلومات تصل إلى الحكومات وتصل إلى الأفراد، لا إلى الحكومات فقط، لا إلى المنظمات فقط، بل تصل إلى الأفراد العاديين. عندنا كمان الهاكرز أو طيب المخترقين. طيب ما رأيك يا أستاذ خالد؟ هي تقول بأنها لا تعطي، لا تريد أن تعطي. إيش المنصات؟ نعم، هم عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي لا يريدون إعطاء هذه المعلومات للحكومات، وكأن هنالك حرب شبه معلنة ما بينهما. في تقرير شفاهية يطلع مرتين بالسنة بيحكي كل بلد كم طلب قدمت ونسبة قبول الطلبات. فإذا كان الطلب يوافق سياسة استخدام الفيسبوك أو المنصة الاجتماعية بوافقوا عليه، وإذا كان ضد سياسة استخدام الفيسبوك ما بوافقوا عليه. فالموضوع مش بالسهل يعني. هذا ما سأتحدث عنه، وهو انتهاك الخصوصية إن صح القول. أول شيء يعني صارت رقاب الدول والأفراد بيد فيسبوك وتويتر وما شابه. مداخلة. فأنت تقول سيدي كريم بأن هذه المواقع فيها طلبات قبلتها وفيها لم تقبلها. مش ما بدخل على حسابه، هو فقط حجب الحساب أو المحتوى فقط، بس ما بدخل على حسابه. ولكن فيه بعض المواقع تم أو المنصات أو الجروبات تم حذفها بدون طلب لا من الأفراد ولا من الحكومات، ولكن لأجل خدمة أيديولوجية ما. طيب، ولكن أستاذ خالد، يعني في نقطة هامة جدا أيضا فيما يتعلق بالمتتبعين لوسائل التواصل الاجتماعي. لم يكن هنالك حالة رأي عام مستقل، يعني هؤلاء الذين يتابعون هذه الوسائل هم متابعون فقط، فولورز كما نقول. فأين مسألة أن يكون هنالك رأي عام مستجد لهؤلاء؟ يعني هلا مثلا انا متابع راي تجاري سياسي اجتماعي بلون معين او بزاويه معينه، ودائما ما بحكي بالموضوع، بس احنا بخلال مناقشتي عليه في التويتر مثلا استعمال بعض الهاشتاجز او بعض الكلمات العامه ممكن يدخل اي شخص على المحادثه ويعارضني، فيصير يحكي لي مثلا انت الراي تبعك خاطئ وانا ممكن اناظرك بنقطه 1 2 3. فحتى لو كان عندي انا متابعين، حتى لو احنا بنحكي بنفس الموضوع، هذه المنصات خاصة تويتر والإنستغرام هذه نعم. منصات عامة، وممكن أي واحد يدخل على الخط ويناقشنا بالموضوع. نعم، ولكن من صنع هذه الوسائل يقول بأنها عبارة عن سوق تم وضعه في العالم العربي، وعلى أساسه لربما تم تفجير كل هذه المتغيرات السياسية. أوكي. تويتر وفيسبوك هم يدعون بأنهم من قاموا بالربيع العربي ومن أشعلوه. لا معلش، هم ما بيحكوا، هم اول شيء الفيسبوك هم يقولون ذلك. الفيسبوك وتويتر يعني هم مش احنا مش فينا احنا العرب، يعني هم متواجدين لانه هو عباره عن ستارت اب وطلع ونجح. الفيسبوك اذا نحسبه حسب مثلا عدد المستخدمين عباره هو طب على سبيل المثال يعني هل كان للبو عزيزي قبل ان يقوم بحرق نفسه موقعا على تويتر او فيسبوك؟ مش فاهم السؤال، بس اكمل لك. تفضل. اعطيني نقطه. هلا بالنسبه للفيسبوك اذا حسبناها من عدد المستخدمين تعتبر من اكبر الدول في العالم، رقم 2 الصين، رقم 3 الهند، رقم 4 الواتساب، رقم 5 الانستغرام. هذه منصات عالميه، هم ما بيحلموا فينا 24 ساعه انتم العرب شو بتسووا، بدنا نروح نسوي عندكم مؤامره. هم هاي منصات ناجحه حققت نجاح بسوي مليارات. هل حضرتك مش شايف ان في فرق ثقافه كبير جدا ما بين المجتمعات العربيه والمجتمعات الاوروبيه والامريكيه؟ ثقافات من اوكي، ثقافات من اي ناحيه؟ هو انا لما ادي لحضرتك مسدس تلعب بيه أوكي. وانت مش عارف كيفيه استخدامه، ده انا مديه لك عشان يساعدك ولا علشان تموت نفسك؟
طيب أنت تشير إلى التحكم في هذه الوسائل، أي تعود إلى حجتنا التي تقول بأن المستخدم هو من يتحكم بالوسائل، إذن هو أي هي مجرد وسيلة للنشر. عبال ما المستخدم ترتفع ثقافة وعي الشعوب العربية، الشعوب العربية غير مثقفة، نكون حققنا كوارث، وده بالفعل اللي حصل. فحضرتك يعني تحكي إنه الشعوب العربية غير مثقفة كفاية لاستخدام، كأنه استهزاء بالعقول العربية يعني، وكأنهم كان العقول العربية يعني غير واعية كفاية كي يعني تصدق هذه المؤامرات التي تبدا الوعي العربي. احكي لك قصه نجاح واحده لو سمحت، قصه نجاح واحده. طيب ما ينفعش نقيس كم من العرب تم الحصول على نوبل في خلال اخر 10 سنوات؟ يعني مواقع التواصل هي السبب؟ كم من العرب تم الحصول على مواقع علميه خلال سنوات؟ اذا الوعي العربي في حاله الى نقله، لا في حاله الى جدال حول التواصل الاجتماعي يسبب ازمه أم لا يسبب أزمة. طيب نأخذ الآن مشاركة من الجمهور. تفضل هنا. مساء الخير، يعطيكم العافية. أنا اسمي عبد الرحيم الكايد. عندي نقطتين مهمين بدي أحكي فيهم سريعاً. النقطة أنا طبعاً مع سؤال واحد فقط لك. نعم أنا مع أنه مضر. سؤال وجه سؤالك. نعم سؤالي هو في البداية سألت ست أسماء ولم يجاب على هذا السؤال، طب لما الإقبال الكبير على المواقع الاجتماعية وأنت تدعي أو تقول أنه المواقع الاجتماعية هي تضر، فما الإقبال عليها؟ أنا برأيي وليس رداً على بالنيابة عنهم أنه أنا هو تعليق يا ست أسماء وليس أسأل، لكن لم يجيبوا عن هذا السؤال. سؤالك لو تفضل. سؤالي نعم هو لم يجيبوا عن هذا السؤال، هي عادة وليست قبول الشيء، يعني كثير إحنا ننتهج عادات في حياتنا، في مثلاً حتى في الأكل أو الشرب، ونعلم أنه هذا الحكي هو مضر للصحة، ولكن إحنا لا نحن نعمل به ولا نطبق. سؤالي أنه لم يجيبوا على سؤالك الأول، سؤالك في بداية الحلقة عفواً، أنه لما القبول الكبير على المواقع الاجتماعية وأنتم تدعون أنها هي مضرة، فلم يجيبوا على هاي. والسؤال الثاني، هل أنه التجسس مشروع؟ طيب طبعا تجسس ليس مشروع. مشروع هو يعتبر بأن وسائل التواصل الاجتماعي منصة للتجسس. حكينا مفهوم التجسس هو مفهوم خاطئ. الرصد المحتوى هو عبارة عن جزء من استراتيجية إدارة. سيد العزيز مقاطعة، زميلتك اللي أنت تمثلها هي قالت تجسس مشروع وليس مشروع التجسس. إذن شكرا لك، يعني لا أحد يمثل أحد، يعني كل إنسان يمثل نفسه. شكرا لك. تفضلي. مرحبا، السؤال موجه للأستاذ شريف سعيد. في أحد بوستاتك طبعا وعلى الفيسبوك بتاريخ 3/4/2016 قلت بأن أصغر التفاصيل تصنع أكبر المواقف، صح؟ ألا تعتقد أن صفحة فيسبوك يمكن أن تغير نظام 80 مليون نسمة كما قامت به صفحة كلنا خالد سعيد في مصر؟ هذا السؤال الأول. سؤال يكفي واحد، سؤال واحد فقط سارة لو سمحتي. قصير. سؤال واحد فقط. شكرا جزيلا. تفضل دكتور أجل. هل صفحة خالد سعيد غيرت حياة 80 مليون؟ أكيد لا طبعاً، لم تغير حياة 80 مليون، ولو نفترض أنها غيرت حياة 80 مليون فإحنا عندنا المساوئ أو الضرر أكبر بكتير من الإيجابيات، وده موضوع الأطروحة أو بيؤيد الأطروحة. نعم، سؤال آخر. مرحبا، سؤالي للدكتور شريف، ألا تعتقد بأن مواقع التواصل الاجتماعي تساعد وبشكل جاد في إظهار الحقيقة وكشف المستور عن العديد من القضايا التي لا يتم طرحها عبر وسائل أخرى، وبالتالي صارت لها حتمية وضرورية لا يمكن الاستغناء عنها؟ شكرا. تفضل. طرح الحقائق، الحقيقة دائما مرتبطة بالواقع، وبنتفق أن السوشيال ميديا بالكامل عالم افتراضي، فإذا أردت أن تطلق حقيقة يجب أن تطلق في الواقع حالياً، ويقوم السوشيال ميديا بعرضها مثله زي أي وسائل الإعلام الأخرى المختلفة. طيب، إذن شكراً جزيلاً. إذن وصلنا الآن إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل الختام جاء دور الخلود الآن في محاولة أخيرة، أو جاء دور موسى بداية لإقناع الجمهور بوجهة نظره واستمالتهم في 99 ثانية. تفضل موسى.
ستكون مداخلتي ردا عن سؤالك سيدتي وردا عن سؤال الجميع. دعونا نتفق سيدي أستاذ خالد وأستاذ خليد خلود وكل الحضور بأن مواقع التواصل الاجتماعي تنفع كما تضر، ولكن ضرها أكثر من نفعها، ودليلي في ذلك ما سأتطرق إليه الآن. أولاً توجه الرأي العام توجيهاً مشوهاً ومضللاً عن طريق نشر الإشاعات وتغليط المجتمع، كما تساهم في التحريض على العنف والإرهاب لعدم وجود الرقابة الفعالة، وذلك ما تستخدمه الجماعات الإرهابية لنشر أفكارها ومعتقداتها الأيديولوجية، ناهيك عن إدارة العقول من طرف اللوبية المتطرفة، إذ تعتبر من أهم الوسائل لنشر الفرقة وإشعال نار الفتنة داخل المجتمعات، وما يسمى بالربيع العربي وحال العرب إلا دليل على ذلك، كما أنها تساهم في انتهاك خصوصية الأفراد مما سبب انتشار الجريمة الإلكترونية عن طريق الابتزاز واختراق الحسابات. أما من الناحية الأسرية فأين نحن حقيقة؟ فأين نحن من صلة الرحم واللحمة العائلية؟ فصرنا نعيش في عالم افتراضي بمعزل عن عائلتنا، كما أن هذه المواقع كما أن لها مضارا كثيرة على صحتنا النفسية والجسدية، فصار الواحد منا يعيش في معزل عن عالمه الحقيقي، ما يسبب له الاكتئاب وعدم ثقة في النفس، ناهيك عن ألام الظهر والرقبة وضعف البصر. حقيقة لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغتر بطيب العيش إنسان. إذا شكرا لك نسا. جاء الآن دور خلود أيضا في محاولة أخيرة لإقناعها الجمهور بوجهة نظرها في 99 ثانية. أيضا خلود تفضل. أيها الجمهور الكريم، لعبت هذه المواقع دوراً كبيراً في التجهيز للثورة العربية، فقامت بحشد الجماهير عن طريق مواقع التواصل مثل ما حدث في الثورة التونسية السورية وغيرها. فهذه المواقع لعبت دوراً كبيراً في تسليط الضوء على قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية كنا نمر عليها مرور الكرام، وفرضت نفسها كرقيب مجتمعي وأصبحت مؤشراً لقياس الرأي العام المحلي والعالمي. فلا يخفى علينا دورها في درء الفساد وفضحه ومعالجته، هذا الفساد الذي يعصف بالعالم العربي والذي عجزت وسائل الإعلام عن كشفه بما أنها تخدم مصالح معينة وإيديولوجيات معينة بالطبع، ولكن مواقع التواصل لا تخدم أي مصلحة وأي إيديولوجية، فهو فضاء حر لنشر الأفكار. ودليل على ذلك مثل ما قلنا بآخر تسريبات في وثائق بنما والتي أدت إلى فتح تحقيقات لأن هناك قادة من الدول قاموا بفساد مالي من تهرب ضريبي وغيره من حالات الفساد. أيضا هذه المواقع لها دور كبير في التطوير المهني والأكاديمي، فهناك العديد من منصات الانتدابات وغيرها، وكما أنها تساهم في تنمية قدرات ورفع من الوعي الإنسان كي يتحكم بهذه المواقع. إذن فالخلاصة، مواقع التواصل تنفع أكثر مما تضر، لأن المستخدم هو من يتحكم بها وليست هي من تتحكم به، فهو القائد وهذه المواقع ليست سوى تابعة. وشكرا لكم. شكرا لكم يا خلود. وصلنا الآن إلى نهاية النقاش ونمر إلى التصويت على أطروحة المناظرة مرة أخرى، والأطروحة تقول: وسائل التواصل الاجتماعي تضر أكثر مما تنفع. للإجابة بنعم الرجاء الضغط على الزر رقم 1، وللإجابة بلا الإجابة أو الرجاء الضغط على الزر رقم 2. تفضلوا بالتصويت. إذن بانتظار نتائج التصويت أذكركم أنه بإمكانكم المشاركة في مسابقتنا المقبلة من خلال تحميل فيديوهاتكم على صفحتنا الإلكترونية. المناظرة المقبلة والتي تحمل عنوان دسترة حقوق الأقليات ضرورة ستقام في 4 حزيران في مدينة تونس. المسابقة طبعا مفتوحة للجميع على صفحتنا الإلكترونية هاشتاغ DD21 وآت مناظرة. إذن بانتظار ظهور النتيجة الآن على الشاشة. إذن في انتظار نتائج التصويت أذكركم بأنه بإمكانكم أيضا المشاركة في مسابقتنا المقبلة من خلال تحميل فيديوهاتكم على صفحتنا الإلكترونية. المناظرة المقبلة تحمل عنوان دسترة حقوق الأقليات ضرورة. إذن ظهرت النتيجة، والنتيجة 35% يرون بأن أضرار وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من منافعها، بينما يرى
و60% بأن المنافع هي أكثر من الأضرار. الفريق الفائز هو فريق الدكتور شريف سعيد وموسى، مبروك. العكس صار في تغيير بالرأي. إذن أعتذر. إذن فارق التصويت هو من يحدد الفريق الفائز. إذن الفريق الفائز هو فريق إذا أنتم الفريق الفائز، لخبطوني يا جماعة. لخبطوني. أنتم الفريق الفائز، لأن نسبة التصويت هي التي تحدد الفائز. إذا أنتم من استطاع أن يستميل النسبة الأكبر، لخبطوني يا جماعة. إذا الفريق الفائز هو الدكتور شريف سعيد وموسى. ألف مبروك للفريق الفائز. طبعا هنيئا للفريق الفائز، وكل الشكر طبعا لضيوفي الكرام على المشاركة. الدكتور شريف سعيد استشاري قيادة وتخطيط شخصي، والسيد خالد الأحمد مستشار ومدرب إعلام اجتماعي. شكرا لهما، وشكرا أيضا لموسى، وشكرا لخلود، وشكرا للجمهور الكريم على حسن وطيب المتابعة. نعود ونذكر دائما بأن الاختلاف لا يفسد للود أي قضية. دمتم بأمان الله وحفظه، وإلى اللقاء في مناظرتنا المقبلة إن شاء الله. لخبطتوني بتقول لي أنت هون.